صباح الخير، يسعد اوقاتكم بكل الخير والمحبه، سواء بتشوفوني الصبح او المساء. اليوم جمعه، وجمعه مباركه عليكم جميعا ان شاء الله. يوم الجمعه هو اليوم الوحيد تقريبا اللي بنقدر نعمل فيه اكشن الصبح بالمطبخ. انا بالفيديو السابق حكيت انه من هواياتي الطبخ، عشان هيك حاب اورجيكم لمحه بسيطه من فكره الطبخ، كيف بنقدر نعمل باشياء بمكونات جدا جدا بسيطه، بنقدر نعمل اشي زاكي وبننبسط عليه احنا وعيلتنا. من اكثر الاشياء اللي كنت الاحظها انه الناس اللي ما بيعرفوا يطبخوا مكبرين الموضوع زياده عن اللزوم، يعني هو بفكر انه الطبخ اشي كثير معقد وكثير خطير وما بيعرف يطبخ فخلص ما راح يتعلم، لكن هي مقادير بسيطه واشياء بسيطه اذا انت تعلمت تعملها خلص بتزبط معك مره، راح تزبط معك على طول. اليوم راح اورجيكم طريقه عمل الكريب. للي ما بيعرف الكريب، هو عجينة رقيقة زي الكيك، يعني فيها مكونات عجينة الكيك بس بتنعمل بشكل كثير رقيق وسريعة، ممكن انت تحط عليها الحشوة اللي بدك اياها، سواء حلو مثل النوتيلا المربى او مالحة، بتحط عليها ممكن زعتر زي المناقيش، او ممكن ناس حتى بيحطوا فيها دجاج. اليوم رح نعمل كريب بالنوتيلا، اشي كثير سهل وبسيط وحلو، بديش احكي كثير عنه، خليني اورجيكم اياه. مقادير الكريب جدا جدا بسيطة، في عنا كوب طحين، وفي عنا كوب وربع حليب، انا حطيت الكاسات زي بعض عشان تكون المقادير متساوية، في عنا بيضتين، وفي عنا معلقة سكر، في عنا معلقتين زبدة سايحة او زيت حسب المتوفر، انا حاط زيت اليوم، عليه كمان ملعقة صغيرة فانيلا. كل هاي المكونات رح نخلطها مع بعض في الخلاط. هلا اللي بيميز الكريب عن البان كيك فروقات بسيطة، انه الكريب ما في بيكنج باودر، فالعجينة بتكون أرق، البانكيك بتكون أصغر حجماً وبتكون شوي نافخة هيك فلافي، بس الكريب بيكون زي إحنا بنسميه خبز الشراك. بنحط أول إشي الحليب، هو للتسهيل بنخلطهم في الخلاط في البلندر، وبنحط السكر، وبنحط البيض، طبعا اليوم يا من راح يكيف. انا مش كثير شاطر بتكسير البيض بصراحه. بدنا نحط ملعقه صغيره فانيلا، انا بحب اكثر من الفانيلا. هلا اليوم انا بدي احط الباودر، بس كمان بنقدر نستخدم الفانيلا سيرب، اذا في سيرب عندكم ممكن نستخدمه. هاي للحشو بعدين راح احكي لكم عنها، ممكن نحط نوتيلا، ممكن نحط البانكيك سيرب الاصلي اللي هو الميبل سيرب، او حتى ممكن نحط مربى، وفي ناس بيحبوا يحطوا فواكه مثل الفراوله والموز. واخر شيء بدنا نضيف الطحين. ليش احنا بنقوي قلبنا وكله بنحطه في البلندر، بنحطه بالخلاط ما بنخفقه هون، هاي بعدين راح نستخدمها شوي، بس اساسا احنا بنحطه بالخلاط لانه اللي بيميز عجينه الكريب انها خفيفه. عجينه الكريب كثير خفيفه وسائله، فحتى لو خلطناها في الخلاط الامور تمام. لازم نخلطه منيح منيح، يعني نعطيه وقته الكافي حتى يطلع مخلوط متجانس ومتماسك. هلا خلينا نحط الزيت. هلا ليش حطيت الزيت بالنص ما حطيته معهم في البدايه؟ لاني نسيت احطه في البدايه. هلا احنا حطينا الخليط بعد ما جهز بالخلاط، حطيته في صحن او هيك جاط عميق، وبدنا نغطيه وبدنا نتركه لمده نص ساعه في حراره الغرفه او في الثلاجه. انا بفضل في الثلاجه لانه في بيض ودرجه الحراره شويه لايام دافيه، فيفضل بالثلاجه على الاقل نص ساعه، ممكن من نص ساعه لحد يوم كامل معك، بس احنا عشان بدنا نفطر على السريع بنحطه نص ساعه. على بين ما يجهز المخلوط اللي حطيناه بالثلاجة، خلينا ندردش شوي عن أصل كلمة كريب. كلمة كريب في الواقع هي كلمة فرنسية وتعني حرفيا بان كيك، وبان كيك يعني كيك المقلاة، بان يعني مقلاة وكيك يعني كيك. فهي الفكرة أنه الناس الصبح بيكونوا مستعجلين، ما عندهم وقت، بدهم يروحوا على أشغالهم، فاخترعوا طرق حتى يصنعوا فيها هاي الحلويات السريعة اللي يتناولوها على الإفطار. ولو تدور في كل الدول تقريبا حتلاقي إشي شبيه في فكرة الكريب أو البانكيك. بالنمسا مثلا اسمه كايزا شمان، سموه على القيصر فرانس جوزيف اللي كان عايش ما بين 1830 و1916، وكان يعشق هذا النوع من الحلويات. حتى طلعت لكم شوية أسماء هيك عشان نتعرف عليها حول العالم. في أستراليا اسمها
بيكلتس، وفي الصين اسمها كونغيو بينغ، وفي أوروبا الشرقية نفس المبدأ ولكن بيسموها بليني أو بلينتس. الإنجليز مشهورين في البانكيك اللي بيتناولوها مع الليمون والسكر، وأكيد في بلداننا العربية موجود نسخة عربية من فكرة الكريب أو البانكيك، بس إحنا مبدعين وطورنا عليها أكثر وصعبناها شوي، سميناها قطايف. طبخ من المهارات الأساسية اللي كل واحد فينا لازم يتعلمها، لا مش شرط نكون شفات محترفين، ولكن على الأقل اتعلم لك أكم من شغلة تقدر تعملهم وتمشي حالك فيهم، أكم من نوع حلويات، أكم من نوع طبيخ، أشياء سناكات تعملها حتى تمشي حالك فيها. إذا كنت مسافر أو كنت لوحدك أو بدك تعزم أصدقائك، تقدر هيك تحكي عن حالك إنه آه والله اليوم عزمتكم عندي وأكلكم من تحت إيدي. بدنا نشوف شو صار معنا بعد نص ساعة ما حطينا الخليط بالثلاجة. منقيم الغطاء. هلا هون ممكن نحركه شوي صغيرة، بس بنجهز المقلاة، بنحطها على نار هادية أكيد، يعني نار ما تكونش كتير قوية، بس ضروري في البداية ندهنها بشوية زيت. شوي شوي الأطراف أهم إشي، نسهلها حتى نتمكن من قلب العجينة بدون مشاكل. يا سلام. والآن خلينا نرفعه مثل ما بتشوفوا، يعني حتى الشكل كتير كتير جميل والريحة بتجنن بالبيت. بالخليط ناخد كمية مناسبة، ممكن نزيدها شوي الآن إذا بدنا نكبر الدائرة. البداية يمكن ما كانت كثير متناسقة، لما قلبناها إذا بتلاحظوا شكلها في غاية الجمال، لوحة فنية ما شاء الله، مبدعين مبدعين يا جماعة. مثل ما بتلاحظوا يعني هي مثل الورقة، رقيقة جدا جدا جدا. يعني المهم إنها ما تنقسم من النص، بس الأطراف ما في مشكلة. مجرد ما تبلش بالإحمرار منقيمها على طول حتى ما تنحرق وحتى ما يكون قاسي زيادة عن اللزوم. الكريب لازم يكون فيه مرونة حتى نحط فيه الحشوة ونلفه. يعني ما تتخيلوا هاي الأشياء أنا قديش بستمتع فيها، شغلات بسيطة جدا بس حقيقة ممكن تعمل فرق بيومك وتنبسط أنت وعيلتك فيها، وتاكلوا أكل زاكي على هالصبح وأنتوا في البيت مبسوطين، وبعدين تطلع بتكمل يومك بنشاط. هاي السادسة طبعا يفضل كل واحدة صحن لحال، احنا نقدر نحطهم فوق بعض بس اذا حطيناهم فوق بعض بيعجنوا شوي، فانا حكيت خلاص نحط كل واحدة لحال وكل واحد بيحط الاشياء اللي بده اياها على الكريب تبعته. شوفوا كيف يعني كل واحدة لها شكل مميز وعبارة عن لوحة فنية مميزة وجميلة. تزيين الكريب بيرجع لكل شخص هو ايش بحب. انا شخصيا بدي اغششكم هيك في سر، خلطة سرية، انا بس بحب احط نوتيلا وبحط جوز. يا من نور قاعدين بستنوا الكريب، ويمكن سمعتوا صوتهم بالتصوير لانه متحمسين هم كمان. طبعا ممكن احنا نلفه بس مش كتير، يعني لفتين او ثلاث هيك بهذا الشكل. وللتزيين ممكن نحط عليه كمان شوية نوتيلا واللمسة الختامية إذا بتحبوا تحطوا السيرب هذا للبانكيكس، بس أنا كمان بحب أحطه مع الكريبس اللي هو الميبل سيرب. وصحتين وعافية. هيك بنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، أنا فقط حبيت أشارك معكم هيك الطقوس الصباحية يوم الجمعة وكيف كلياتنا بنقدر نعمل الأشياء البسيطة اللي فعلا لذيذة وبتسعدنا وبننبسط وبنتجمع عليها كعيلة كلياتنا مع بعض. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وجربوا الوصفة واكتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم فيها وكيف طلعت معاكم. إذا أنت مش مشترك بالقناة اشترك وفعل الجرس حتى ما تفوتك الفيديوهات القادمة، وأشوفكم بالفيديو الجاي على خير إن شاء الله. إلى ذلك الوقت دمتم ومن تحبون بكل خير. السلام عليكم، سعد يونس.